حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سؤال وردنا الحقيقة ويتكرر، بل ويطرحه بعض الملحدين بهدف التشكيك، ولكن بعض الأحبة يتساءل ويريد أن يعرف سر نزول القرآن باللغة العربية. طبعا مصدر هذا السؤال أيها الأحبة أن كثير من المشككين والملحدين يدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من ألف القرآن، وكان يخاطب الناس بثقافة عصره وبيئته، فنجد كما يقولون طبعا أو يزعمون أن القرآن هو ابن بيئته، نزل لبدو يعيشون في الصحراء يخاطبهم بما يفقهون، ولم يكن لدى النبي صلى الله عليه وسلم فكرة عن أن هناك حضارات أخرى في الصين والهند وفي أفريقيا في مثلا أوروبا إلى غير ذلك. فلذلك اعتبر أن اللغة العربية هي لغة القرآن، وأن الثقافة أو المعلومات الموجودة في القرآن تناسب ذلك العصر، وبالتالي هذا دليل على أن القرآن ليس كتاب الله، لأن الله لا يمكن أن ينزل كتابا لفئة من الناس. بما أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يزعمون يقولون يدعي أن القرآن نزل للعالم، لكل العالم أو للناس كافة، فيجب أن تكون تعاليمه عالمية. ولماذا باللغة العربية بالذات يتساءلون؟ طبعا أحبتي في الله، الحقيقة أنا تأملت على مدى السنوات سر اللغة العربية، وحاولت أن أقارن بعض الكلمات، ترجمة بعض الكلمات باللغة العربية ولغات أخرى، وجدت ما يلي أيها الأحبة. وهذا الأمر معروف بالنسبة لعلماء اللغة ولا أحد ينكره على الإطلاق. أولا عدوا معي، اللغة الوحيدة التي تستطيع أن تضع فيها أكبر كمية من المعاني في أقل كمية من الكلمات هي اللغة العربية فقط، وسأثبت لكم ذلك. سأضرب لكم مثالا على ذلك بكلمة من القرآن، إحدى كلمات القرآن، فأسقيناكموه. هذه الكلمة وردت في قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هذه الآية أيها الأحبة فيها كلمة فأسقيناكموه. علماء اللغة العربية يصنفون هذه الكلمة ككلمة واحدة. إذا أردت أن تعبر عن هذه الكلمة بأي لغة أخرى ستحتاج إلى مجموعة كبيرة من الكلمات، لأن حرف الفاء هنا يحتاج إلى كلمة، هذه الفاء تحتاج إلى كلمة للتعبير عنها. وكلمة أسقينا، الفعل هذا بالماضي يحتاج أحيانا إلى كلمتين لتعبر عن فعل بالماضي في بعض اللغات، وأحيانا إلى كلمة. فأسقينا كو موه، يعني أسقيناكم هذا الماء، يعني هذه الكلمة تتضمن مفعول به أيضا، لأن الماء مفعول به هنا، فأسقيناكم موه، والفاعل هو الله سبحانه وتعالى، نحن. وهنا لدينا الهاء تعود على الماء أيضا. إذن لدينا مجموعة من الكلمات في أي لغة أخرى لا تستطيع أن تجد كلمة توازي هذه الكلمة، لا تستطيع في أي لغة أخرى أن تجد كلمة تكافئ هذه الكلمة، يجب أن تستخدم مجموعة من الكلمات قد يصل إلى 6 أو 7 كلمات مثل اللغة الإنجليزية حتى تعبر عن هذه، عن المعاني التي تختزنها هذه الكلمة فأسقيناكموه، وهي كلمة واحدة. إذن الهدف الأول من إنزال القرآن باللغة العربية أنها اللغة الوحيدة التي تستطيع
أن تعطي أكبر عدد من المعلومات ضمن أقل عدد من الكلمات. وبما أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا معجزا للبشر ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، لابد أن يختار اللغة الأفضل أو اللغة المثالية لتحقيق هذا الغرض، لأن القرآن معجزة الله الخالدة. الشيء الثاني أيها الأحبة، أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة الأكثر وضوحا بين كل لغات العالم. الآن يمكن أن نأتي بأي لغة، مثال اللغة الإنجليزية، كثير من الحروف التي تكتب لا تلفظ، وكثير من الحروف التي يجب أن تلفظ نجد أنه إذا لفظتها ستصبح شاذا بلغتك، تظهر وكأنك شاذ، مثل حرف الراء خصوصا والآي إن جي الجي، يعني تجد أن اللغة الصحيحة لديهم أن تأكل ربع الأحرف التي مكتوبة أمامك. إذن وهذا يعرفه طبعا من يتعلم اللغة الإنجليزية أو من ينطق باللغة الإنجليزية، بينما عندما تتحدث باللغة العربية أنت تنطق كل الحروف بشكل واضح، فهي لغة بينة واضحة. والله عز وجل عندما أنزل القرآن يجب أن يختار اللغة الأكثر تبيانا ووضوحا ليخاطب بها العالم، يعني لا يمكن أن نجد لغة أفضل من لغة القرآن الآن في العالم. يعني ثالثا، نحن نطلب من الملحدين والمشككين الذين يدعون أن النبي لأنه كان عربي وابن بيئته كتب القرآن باللغة العربية ووجهه للبشر، وهذا كذب كما يدعون. طيب، نقول لكم أعطونا لغة واحدة أكثر وضوحا من اللغة العربية، أعطونا لغة واحدة اليوم في العالم تستطيع أن تلفظ كل حرف بشكل واضح كما نلفظه الآن. يعني نحن في اللغة العربية عندما نكتب أي كلمة نلفظ كل الحروف. الشيء الرابع أيها الأحبة، أن اللغة العربية أحبتي في الله تحتاج لعدد أحرف أقل. يعني اللغة الإنجليزية ليس فيها شدة وليس فيها ضمة وليس فيها فتحة أو سكون أو كذا. في اللغة الإنجليزية إذا أردت أن تكتب حرف مشدد تكتبه مرتين، بينما باللغة العربية تكتبه مرة واحدة وتضع شدة فوقه. إذن اللغة الوحيدة الأكثر اختصارا ليس من حيث الكلمات والحروف، بل من حيث عدد الحروف داخل كل كلمة. يعني لا توجد لغة الآن في العالم تستطيع أن تستخدم عدد قليل من الحروف للتعبير عن معنى كبير. ثم إن اللغة العربية أيها الأحبة، وهي لغة القرآن، هذه اللغة فيها حروف غير موجودة في كثير من لغات العالم، مثل حرف الضاد، حرف الظ غير موجود باللغة الإنجليزية، حرف الغين موجود في بعض اللغات وفي بعض اللغات غير موجود. هناك مثلا تمييز بين السين والصاد، في اللغة الإنجليزية لا يوجد سين وصاد، هو حرف سين فقط. هناك حرف الخاء تجده في بعض اللغات، في لغات لا يوجد. اللغة العربية جمعت كل حروف العالم المنطوقة. يعني كل الحروف المنطوقة أنت تجدها في اللغة العربية. طيب السؤال الآن، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن اللغة العربية تتضمن كل هذه المعاني وكل هذه الميزات حتى يخاطب العالم من خلالها؟ إذن لابد، يعني وجود أو اختيار الله عز وجل للغة العربية لينزل آخر رسالة سماوية يختم بها الرسالات ويوجه هذه الرسالة للبشرية كاملة، يجب أن تكون لغة العربية، أي لغة أخرى لا تصلح لهذا الهدف أيها الأحبة.
الشيء الآخر أحبتي في الله، لو نظرنا إلى أسلوب الخطاب في لغة القرآن لا تجده في أي كتاب آخر. اقرأوا الكتاب المقدس والتوراة والإنجيل والكتب التي تنسب لبوذا وغير ذلك، اقرأوا التلمود مثلا، أي كتاب مقدس اقرأوه، لن تجدوا خطابا عادلا يوجه للناس جميعا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خطاب للبشر، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. دققوا أيها الأحبة، أنا ألفظ الآن حرفا حرفا وليس هناك أي نشاز، جرب أن تلفظ حرفا حرفا باللغة الإنجليزية سيضحكون عليك متحدثو اللغة الإنجليزية، سيقول لك هذا الحرف يجب أن لا يلفظ، وهذه الراء لا تلفظ راء، تلفظ قريبة يعني حرف آخر قريب من الواو مدغمة هكذا، وهذا الحرف يجب أن يخفف، وهذا يجب أن تلفظه بسرعة وكذا. اللغة الوحيدة التي تستطيع أن تلفظها حرفا حرفا دون أن تشعر بأي نشاز، أذنك لا تشعر بأي شذوذ أو نشاز، هي لغة القرآن. القرآن هو الكتاب الوحيد الذي نجد كل التعاليم التي فيه صحيحة، يعني كل الأوامر التي جاءت في القرآن تناسب طبيعة النفس البشرية. مثال على ذلك أيها الأحبة، عندما حرم الله الزنا وحرم الفاحشة وحرم الخمر وحرم الميسر أو القمار وحرم النميمة وحرم التجسس وحرم ظلم الناس وحرم أن تأكل حق الناس، هذه مفاهيم عالمية أيها الأحبة. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من ألف القرآن، على الأقل كان يخاطب مثلا أصحابه أصدقائه، كان يمجد مثلا فلان أو فلان من الناس. نجد أن حتى النبي عليه الصلاة والسلام هناك توجيهات له في القرآن، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، تحذير قوي، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك، ولكن ليقول لك القرآن هذا القرآن، ليقول لك الله عز وجل هذا القرآن ليس من تأليف النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يذكر اسم النبي محمد وبخاصة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، نجد آية مثلا تقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، طب لماذا لا يقول عن نفسه أنا محمد العظيم الملك الكذا الكذا كما يفعل كل المزورين وكل الأباطرة وكل الظلمة على مر التاريخ وكل المستكبرين. إذن أحبتي في الله، خصائص القرآن تدلك على أنه كتاب عالمي يخاطب البشر جميعا، وبالتالي اليوم أي إنسان على وجه الأرض يستطيع أن يطبق تعاليم الإسلام دون أي مشكلة. الصلاة 3 دقائق تستطيع أن تؤدي وقتا من أوقات الصلاة وفي أي مكان على وجه الأرض، المهم أن يكون طاهرا. الوضوء يأخذ معك دقيقة أو أقل. فإذا العبادة ميسرة، ثم إن اللغة العربية ميسرة للتعلم، تعلم اللغة العربية سهل أيها الأحبة، ليس كما يظن الكثير أنه صعب. بالنسبة لغير الناطقين بالعربية اللغة العربية سهلة جدا، لأن قواعد اللغة العربية صارمة ومحددة وواضحة. في اللغة الإنجليزية لا تكاد تجد قاعدة ثابتة، هناك أفعال شاذة هناك كذا، في اللغة العربية هناك قواعد دقيقة تستطيع أن تطبقها على الكلمات دائما. وبالتالي يعني ميزات كثيرة في لغة القرآن تؤهله أن يكون كتابا عالميا، وتجعل من الضروري أن الله يختار اللغة العالمية التي هي اللغة العربية لأنها الأوسع
والأكثر. ثم إن هناك في اللغة العربية أيها الأحبة أكثر لغة تستطيع أن تصنع منها مشتقات لغوية هي اللغة العربية. يعني مثال على ذلك، طبعا الذين يقرؤون اللغة الإنجليزية يعرفون هذا الكلام، يعلمون هذا الكلام. يعني مثلا أنت تستطيع من كلمة واحدة أن تشتق عشرات الكلمات. يعني مثال على ذلك، مثلا يمكن أن نأخذ كلمة قرأ، قرأ، اقرأ، قرأتم، اقرأوا، نقرأ، مثلا يقرؤون. اللغة الإنجليزية تحتاج إلى عدد من الكلمات لتعبر عن كلمة واحدة. يعني يجب أن تقول هم يقرؤون مثلا، لا تستطيع الكلمة في اللغة، في اللغة الإنجليزية كلمة تريد فقط، كلمة لا تستطيع أن تشكل منها إلا مجموعة صغيرة من الكلمات، بينما في اللغة العربية أي كلمة تستطيع أن تشكل منها مجموعة كبيرة جدا من الكلمات، وهذه ميزة تنفرد بها اللغة العربية. أتمنى أيها الأحبة أن يكون الأمر واضحا لماذا اختار الله سبحانه وتعالى اللغة العربية. وأختم بمعلومة أن اللغة العربية هي لغة سيدنا آدم عليه السلام، هي اللغة التي نطق بها سيدنا آدم، وهي لغة القرآن، وهي لغة أهل الجنة. وهذا موضوع يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله في لقاء قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في هذا الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.